ملخصنا هذا الأسبوع بيكون مختلف، مشتركين بأنفسهم بيعلمونكم وش صار، خلونا نشوف. ومني خرجت نتائج فيفو كل شيء كان على أعصابه بشرف في الوقفة بالمسابقة. طبعاً أنا طلعت مركز الأول على تطبيق فيفو مش الأخير. اليوم أنا احتفلت بعيد ميلادي، عملت برشا جو مع أصحابي وكانت مفاجأة رائعة جداً. أما أنا سجلت أغنيتي الجديدة الغلطة الكبيرة الأسبوع ده. سويت الميوزك فيديو تبع غنيتي الخاصة اللي هي إذا قلت بحبك، فما تنسى تحضريه. الأستاذ حسن عزمنا في المقر على عشاء وحاول يعلمنا الاتيكيت، بس للأسف أنا ما تعلمت. عملنا تجامج مع ساكسوفونيست هشام، عملنا جو غنينا معه وتعلمنا شيء جديد. صورنا ريبورتاجات للطفولة ومرة مرة استمتعنا. الأسبوع الماضي غنينا لأول مرة في السلام بارك وعملنا أول حفلة خليجية طربية والناس الحمد لله انبسطت معنا. خرجنا الأويسس وانبسطنا كلنا سوا. وكذا ولا كذا نختم أحداث هذا الأسبوع، لا تنسوا تتابعونا الأسبوع القادم لمفاجآت أكثر.